زي ما انتم شايفين الخير حولنا كثير، تين، رمان، بس احنا هنا اليوم عشان البطل اللومي الحساوي. خلونا نشوف كيف هذا الكنز رافق اهل الحسا على مدار السنين. ابو عبد الله اللي فتح لنا ابواب مزرعته الجميله كنز من كنوز الحسا. راح احاول اليوم قدر استطاعتي اني اخذ منه اسرار عن لومي. تاريخ زراعة الليمون الحساوي هو أبا، يعني أنا من طلعت على وجه الدنيا وأنا أشوف الليمون الحساوي أبا عن جد، يعني التاريخ يعني تقدر تقول يمكن 100-150 سنة 200 سنة. عمر شجرة الليمون الحساوي تعيش تقريبا إلى 40-45 سنة عادي، يعني بس بشرط واحد إنها تكون مزروعة في موقع واحد، كل شجرة تبعد عن الشجرة تقريباً 6 أمتار، من 6 إلى 7 أمتار لأنها تكبر، ولازم التقليم، تقلمها كل بعد انتهاء الموسم، يجيك وقت الشتاء تقلم اليابس، تقلم ولازم التقليم، تتعب على التقليم لأنه لازم في أغصان يابسة ماتت ما تحمل، حمل السنة الغصن اللي ميت اللي فوق السنة الجاية هو اللي حمل، ولازم الغسيل معدل كل 25 يوم إلى شهر يعني بالكثير لازم تغسل الشجر. الليمون الحساوي فيه شدة في الحموضة حقته، ريحة الليمون الحساوي ريحته أقوى من في مزارع ثانية غير المنطقة الأحساء فيها، بس مش نفس نوعية حدة الليمون الحساوي بالنسبة حق ريحته. ريحته قوية يعني حتى لو دخلت عند ناس جماعة مسوين عصير ليمون من أول ما تدخل المجلس تشم الريحة. بعض النوعيات من الليمون تجي من برا الأحساء بس مو بحادة، ما لها الطعم، ما فيها الحموضة اللي يعني المركزة فيه، كان يعني مركز كثير مركز. أهل الحسا ما سموا الليمون الأخضر باللوم الحساوي أبد، فسهل جداً كان علي أشوف الفرق بالنكهة والحموضة عن باقي أنواع الليمون الأخضر اللي استخدمتها بحياتي. استخداماته أشي كثيرة نستخدم فيه الليمون الحساوي، أول شيء العصير العادي، الحين فتحت مقاهي كثيرة تستخدم كله، في عندهم منتج اسمه منتج الليمون الحساوي عصير، في ايس كريم بنكهه الليمون الحساوي، في استخدامات يستخدمونه يسوون من المخلل مخلل ليمون حساوي، ثاني شيء يسوون من الجميد اللي هو يعصرون الليمون يحطون معاه ملح ويحطونه في غراش قزاز ويحطونه في الشمس يتشمس. هذه كانت الطريقه، كانوا اهلنا قديما ما عندهم ثلاجات ولا ثلاجات، يسوون هالعمليه عشان يظل الليمون سنة سنتين بعد ما يتشمس شهرين في الشمس يقدرون يستخدمونه حق السلطة ولا أي استخدامات ثانية. الأولانيين ما كان عندهم ثلاجات، يستخدمونه حق العصير يخزنونه. أنا قاعد أتكلم لك عن أنا كشخص عندي ليمون له مخزنة الآن، أنا الحين قاعد أكلمك 28 سنة جميد أبداً، أنا لو أسوي لك من الوقت الحالي ليمون ما تصدق إنها لها 28 سنة. مع ما يقارب أكثر من 10,000 شجرة في الأحساء، يحتل اللومي اليوم المرتبة الثانية من حيث العوائد الاقتصادية من بعد التمور. والله أنا أصلي من الأحساء وأفتخر أني أنا من الأحساء، والشجرة ذي متماشية معانا من قديم الزمان، من جد بعد جد، وتعودت هالشجرة على حرارة هالبلد. المنطقة اللي احنا فيها حرارة عالية توصل حرارة 50، شجرة الليمون اللي في الشمس يطلع ليمونها أفضل، ريحتها قوية، يعني أحجامها غير، ويعني تعودت ذي هالشجرة صارت من احنا انطبعنا منها وهي انطبعت منها.